من انت اي حاجه هنا معانا يابا لك اي حاجه تثبت ان انت ماي ليه هات الكارت ولا بس بالكاتب خلينا خلينا احنا في الاستوديو بننزل نقول ما يبقى بعد كويس بقى في الاستوديو بننزل يا ابراهيم بعت لي قلب الدنيا خلينا كده بس يا ريت والله معانا هنا خد الكارت اهو ثالث مره يبصوا دي كده ثالث مره ينزلوا لي سؤال هنا دي ثالث يعني لو نزلوا دي يبقى دي ثالث مره ثلاثه توالي كده بس كده شكت فين شكت فين من ده طول مره يا ابني بدماغك يا ابني انا فرحت ده في واحد طلع معدي عندي وانا كده كده معاك في وسط الوسط